تزخر وزارة الداخلية بالعديد من الكفاءات الوطنية المخلصة التي تخدم الوطن بكل اقتدار وتمتاز بروح القيادة والإقدام، ما يدفع عجلة التطور دائماً للتقدم للأمام. المستشار المتقاعد الشيخ عبد العزيز بن عطية الله آل خليفة هو نموذج يحتذى به في خدمة مملكة البحرين، إذ تولى عدة مناصب قيادية في وزارة الداخلية. عملي في الأمن العام بدأ في سنة 1968 بعد عودتي من الدراسة في القاهرة. التحقنا بدورة 68، كان معاي في نفس الدورة أخوان عزيزين علي ولا زالوا، منهم الله يرحمه الشيخ راشد بن عبد العزيز بن يابر، الأخ فاروق المعاودة، الله يرحمه مسفر العماري، الأخ أحمد شويطر، الأخ علي دعي، الأخ فيصل العبسي، الله يذكرهم بكل خير إن شاء الله. الدورة استمرت سنة واحدة، تم الانتهاء منها في سنة 69، تحديداً في مارس 1969. عملي بدأ في مركز المنامة مع رحمة الله عليه العميد علي ميرزا، وانتقلت بعدها إلى الجوازات، وهناك كانت الجوازات تدار من قبل الشيخ محمد بن خليفة الله يحفظه، وزير الداخلية السابق. ومن ثم انتقلت للعمل في مباحث أمن الدولة، انتقلت بعدها إلى ما سمي في ذاك الوقت منطقة القرى الجنوبي، صرت آمر منطقة القرى الجنوبي. بعدها انتقلت إلى المحرق، آمر منطقة المحرق. بعد عملي في كآمر منطقة المحرق لمدة 3 سنوات، انتقلت نائب لمدير التحقيقات الجنائية، كان المدير الله يرحمه الأخ محمد الذوادي. بعدين طال عمرك نقلت كنائب لمدير خفر السواحل، لما اخترت للعمل كنائب مدير خفر السواحل بتعثت الله يسلمك إلى كلية الأمر البحرية في بورسموث لمدة 8 شهور. طبعا هذه الدورة مكنتني من يعني معرفة الأمور الفنية والإدارية لخفر السواحل، وهذا حقيقة اللي ساعدني سلمك الله في إدارته، طبعا بفضل توجيهات المسؤولين وبفضل الدعم والمساندة اللي كنت ألقاها من إخواني الضباط والعاملين معي في خفر السواحل. بعد تقاعد العميد سلمان بن جبر عينت مدير لخفر السواحل، استمريت الله يسلمك في خفر السواحل لمدة 18 سنة. بالنسبة للتطوير والتحديث في خفر السواحل، طبعا شمل الكثير من المرافق، تحديث الزوارق عن طريق التعاقد اللي شراها من انجلترا ومن مختلف يعني الدول المصنعة للسفن البحرية.
في سنة 97 تم نقلي من خفر السواحل إلى القيادة العامة للأمن العام. عينت الله يسلمك مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ما طولت في المكان هذه مدة طويلة لأن أنشئ نظام المحافظات في البحرين الله يسلمك، وكان لي شرف تعييني كمحافظ للعاصمة، وهي أول محافظة صارت في البحرين. هي كل دورة سلمك الله 5 سنوات، أنا كملت الدورة الأولى وابتديت في الدورة الثانية إلى أن نقلت كوزير الأمن الوطني. وزير الأمن الوطني قعدت الله يسلمك 3 سنوات، بعدين تشرفت بالعمل كمستشار أمني لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الله يرحمه. استمريت في هذا العمل لمدة 10 سنوات، أي نعم، وبعدين طال عمرك تقاعدت في 2014. يعني العمل استمر من 1968 إلى 2014. هذا المرفق، مرفق الأمن، هو أهم المرافق. والبحرين الحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى وفضل قيادته الحكيمة من أيام الله يرحمه الشيخ عيسى بن علي، ومروراً بعهد الشيخ حمد بن عيسى والشيخ سلمان بن حمد والشيخ عيسى بن سلمان، مثل ما قال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد الله يحفظه ويرعاه، كان دائماً الله يسلمك هذا المرفق يعني يحظى بالاهتمام ويحظى طال عمرك بالتطوير، وأيضاً حظى بمن أوكل له رعاية وإدارة هذا المرفق، بدءاً من الشيخ خليفة بن محمد بن عيسى رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن خليفة، والآن في الوقت اللي متولي زمام الأمور معالي الأخ الشيخ راشد بن عبد الله، ولعلها مناسبة وفرصة لي أني أتقدم بكل الشكر والتقدير لمعالي الأخ الشيخ راشد على الجهود اللي بذلها في تطوير هذا المرفق منذ أن تسلم المسؤولية كوزير للداخلية في 2004 إلى يومنا هذه. المستشار المتقاعد الشيخ عبد العزيز بن عطية الله آل خليفة خدم الوطن ورفع من كفاءة الخدمات الأمنية بتوليه لعدة مناصب قيادية، ومملكة البحرين ترتقي بجهود أبنائها.